عمر سعد طويله زي الركنيه، حسام باولو فيها خطوره، الراجل لوحده تماما، جول 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 جول، هدف عالمي، هدف رائع 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 للمره الثالثه. اسلام محارب بيجيب جول ولا اروع من كده، مش ممكن على حلاوه الجول وحلاوه الاجوال اللي بتيجي في الدوري السنه دي، حاجه جميله جدا جدا جدا. شفنا هدف عاشور الادهم، وشفنا هدف لصلاح امين، شفنا جوال كتير السنه دي في الدوري، ولا اروع من كده، هدف رائع 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 لمصلحه سموحه. اسلام محارب الراجل حطها ايه؟ ده حطها بايه؟ بالمقاس، رايحه في المقص اليمين على يمين شريف اكرامي. ادي محمد صلاح ابو جريشه كمان المدرب العام، واحد من نجوم مصر والنادي الاسماعيلي فتره من الفترات. بصوا يا جماعه، ادي هنا الراجل رمي التماس ولا الركنيه، والراجل لوحده تماما وحطها ايه؟ دي رايحه جنب القائم، صعبه جدا جدا على شريف اكرامي، لمسها حسام باولو وحطها في الزاويه البعيده عشان يتقدم سموحه في الدقيقه 24 بهدف اول لإسلام محارب. أحرز هدفين إسلام محارب في الدور الأول، مش ممكن، هدف رائع رائع. استلم المنوفي، يرجع مرة تانية وفيها خطورة تعمل مشكلة، إيفونا إيفونا لسه ممكن يسدد واحد ضد واحد، إيفونا ممكن، هدف التعادل، جول 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 جول، يا سلام يا إيفونا، خطأ قاتل من عمرو المنوفي من البداية. عبد الله السعيد بيتعادل للنادي الأهلي، عبد الله السعيد في الدقيقة كام؟ في الدقيقة 36، عبد الله السعيد يتعادل من خطا عمرو المنوفي. الراجل بيرجع الكره ما بين الاثنين المساكين وعملها وحش قوي، ويقدر مالك ايفونا يضغط على المدافع، استخلصها كويس والراجل ما طمعش فيها وحطها بالعرض جوه السكس يارد لعبد الله السعيد اللي كان مكمل عشان يتعادل النادي الاهلي في توقيت هايل، في وقت كان سموحه افضل، لكن قدر النادي الاهلي يتعادل 1-1. ادي الكره مره تانية، ايمن اشرف هنا حاول يحط رجليه لكن خدها كويس لنفسه ايفونا، وبخبره النجم والهداف عملها حلوه. يا سلام يا ولد، يا سلام يا ايفونا. ايفونا حسام غاري عايز يحطها مره تانية، تغطيه ايفونا، ضرب جزاء، ضرب جزاء للنادي الاهلي في الدقيقه 67، ضرب جزاء، وكان عامل التغطية هنا عمر سعد، راح متأخر وضرب جر تاني. ادي هنا حسام غالي عملها بينية حلوة وخدها الراجل، وادي هنا ايمن اشرف هو اللي عمل ضربة الجزاء. هتبان هنا مرة تانية في العادة، هل بقى فيها كلام؟ بيعترضوا على اساس انها على خط ال 18، طبعا نتكلم فيها نجمنا الكبير الكابتن احمد شوبير بعد المباراة ونجومه في الاستوديو التحليلي. هنا اعتراضهم على اساس ان الراجل كان بره ال 18، لكن بينيه حلوه قوي معموله له دواء كده زي ما بيقولوا او بلسم. ادي هنا الاعاده، كان بيعترضوا اللعيبه على اساس انها على خط ال 18. ايمن اشرف بياخد انذار في الدقيقه 67، انذار تاني، انذار وحيد لصبر رحيل. عبد الله السعيد 8 تجوال مع النادي الاهلي، ضرب جزاء، عبد الله السعيد والمهدي سليمان، وهدف تاني، هدف تاني، عبد الله السعيد بيتقدم النادي الاهلي في الدقيقة 8 المركز الثاني أو الثالث عشان يلعب في بطولة أفريقيا، طموح مشروع لكل فريق. مرة ثانية وليد سليمان، استلم وليد عايز يسدد، تخدم الكرة، جول جول، مؤمن زكريا، حلوة الكرة خدمته، تسديدة وليد سليمان غيرت اتجاهها من المدافعين وراحت لمؤمن زكريا اللي كان عامل المتابعة.